هنا في مخيمات التهجير والنزوح تصطدم أحلام النازحين بالعودة بمعوقات ومشاكل أمنية واقتصادية واجتماعية تحول دون عودتهم إلى مناطق سكنهم الأصلية. هذه المخيمات أصبحت موطناً جديداً للماكثين فيها قسرا. هناك عدة أسباب تمنع عودة النازحين إلى مناطقهم، هي أولاً الجانب الأمني، هناك مشاكل أمنية تجاه هؤلاء العوائل، وكذلك موضوع العشائري أو الاجتماعي ووجود مشاكل مع عشائرهم في المنطقة، وهناك الجانب الاقتصادي الذي هو عدم إمكانية هؤلاء العوائل من العودة إلى منازلهم بسبب الظرف المعيشي الصعب، وكذلك عدم إمكانية بناء بيوتهم المهدمة وعدم وجود إطلاق التعويضات من الحكومة المركزية. المخيمات في الأنبار تضم نحو 1450 عائلة نازحة من مناطق عدة في المحافظة، موزعة على المخيمات المركزية قرب المدينة السياحية في الحبانية، بالإضافة إلى قضاء عامرية الفلوجة، وهي المخيمات الأكبر في الأنبار. في محافظة الأنبار عندنا نوعين من المخيمات، مخيمات المركزية واللي يكون مركزها في العامرية والحبانية تحديدا في المدينة السياحية، أما المخيمات العشوائية فلحد الآن يعني ما انحصر عددها بصراحة، لأن هي أصلا من اسمها عشوائية ويكون مركزها في بزيبز، لأن هو كان بزيبز في فترة 2013 هو كان نقطة لنزوح العوائل أثناء فترة الحرب على داعش. النساء من النازحات واجهن ظروفا معيشية واقتصادية صعبة، خاصة اللواتي فقدن المعيل في ظل انعدام فرص العمل وانتشار البطالة بشكل كبير جدا. النساء في مخيمات الموجودة بداخل محافظة الأنبار تعاني بين الظروف الاقتصادية والظروف المعيشية وأيضا الظروف الصحية اللي نشوفها ونطالعها كل زياراتنا، كإحنا كناشطين ومتطوعين بداخل المخيمات نشوفها تعاني الأمرين، خاصة هي فاقدة المعيل وأكو بيه عندها مرضى بداخل الأسرة مالتها، فهنا نطالب الجهات المعنية وأيضا منظمات المجتمع المدني بأن تكثف جهودها حتى نحصل على أنه ممكن سبل معيشة متكاملة لها نوعا ما. الحكومة المحلية في الأنبار تؤكد وضعها خططا عاجلة لإعادة النازحين بالتنسيق مع قيادات العمليات من أجل ضمان عودة آمنة للمهجرين. لقناة الفلوجة سلام خالد، الأنبار.